على بلادنا نفطة نفطة نحكيو على بلادنا ولي ريجون تاع بلادنا نفطة نفطة دونك مع الصورة نحكيو على نفطة وين نجمو نمشيو لو ماك دو ويكاند والله شو نقول لك انا حبيت نفطة وان كان حب نحيي اول حاجة اهلا تحية ونقول لهم راهو كيما الجهات الكل اللي نحاول نحكي عليها ما نجمش نحكي على جميع الجوانب وكل شيء راهو مستحيل علاش نقول لك هذا خاطر عرضوني ناس ولا يبعثوا لي على شبكة التواصل الاجتماعي نقول لك راه الحاجة الفلانية ما قلتهاش كي قلت على الفكاهة البقعة الفلانية ولا المدينة الفلانية ولا حاجة ما نجمش تقول كل شيء مستحيل معنى هذا لازم اكتب وكذا لكن بالحق هي جوست نحب نذكر بقايا عدو ونقول لهم راكم في القلب راكم كلكم كل شبر من البلاد التونسيه راه موجود في القلب في قلوبنا الكل وانا نحبهم كلهم خاطر كل واحد يقول لي انت ماك اصلك من البقعه الفلانيه مش بشرط يكون اصلي من البقعه الفلانيه لكن اصلي تونسي ولذا مش باكستاني راه كما قالت مراه قالت اي قالت كومنتير حطتها على حلقه من الحلقات قالت اي قالت هذاك باكستاني اي باكستاني اش دخلوا يحكي على تونس ما مش باكستاني راه تونسي تونسي وافتخر باش ما تعرفش ما يعرفش على السطر عميمو يا اخي فما ناس من لا بلاك شي بلا باكستان فما اسمه فما عميمو على فمي عميمو اما سيفيك ولد هالبلاد هذيا ولد هالتراب هذيا والقاع هذيا نبت مع حجرها ونحبها بغيف انا مش نمشيو النفطه تقول قايف السخانه نفطه نقول مثلا شفت نفطه توصيلها في اي وقت في اي وقت خاطر علاش على خاطر صحيح توا سخونه الدنيا غادي واهلنا لك في النفطه يفهموا مش معناها السخانه لكن راهو عندهم حكمة هما طريقة عيش قوموا بكري الصباح بكري يعملوا قضيتهم بكري الصباح العشرة صلى ورفع صباط فصلة النازلة وبرا ونجيك حتى العشية معشية مخر معناها ومش يبدا عد السهريات وكذا لكن مع ذلك عندهم ديزاكتيفيتي في القايلة وتو نحكي لكم على نفطة أول حاجة المدينة هذه المدينة أزلية كما يقول في كتب التاريخ القديمة بمعنى أزلية مع قديمة قديمة جدا عندنا آثار ترجع للفترات العصر الحجري معنا تخيلوا انتوما فما آثار ترجع للعصر الحجري غاديكا وقعد متواصل السكنة فيها قطعت شوية وكذلك متواصل السكنة فيها ديما يجيوا ناس يتوطنوا في المكان خاطر واحة وتعرف في وسط صحراء فما واحة كما توزر كما نفطة فما واحات والناس يفركسوا على الماء ويفركسوا على البرود فيلجيوا للواحات هذه ويسكنوا فيهم يستوطنوهم ويعيشوا فيهم ويبني ويتأقلموا مع الطقس الموجود فتلقى مثلا من حاجات الطريفة في نفطة هو أنهم يبنيوا بالياجور المليان لبريك بلان علاش على خاطر مقاطع الحجار قليلة عندهم ولكن يعملوا الياجور المليان اللي مش منقوب كما تعتوى مليان خاطر علاش يرد عليهم السخانة ويعملوا حيوت خشين اعراض شويه قولوا الشقه معنى اعراض مش ينجم يحميوه رواحهم من السخانه كذلك ما يستحقوش اللوح عندهم الخشب اللي هو الطخون تاع الشجر النخله اللي ما عادش تنتج وكذا يقصوه يصلحوه يعملوه سقوفات كما يعملوه زاد بيبان ويعملوا صنادق ويعملوا خزاين ويعملوا منه كل شيء معنى مش هارك يستغلوا الموجود في المحيط نتاعهم و هذا يعطي طبع خاص في البناء فما عندهم حاجه اخرى ياسر لطيفه وياسر تعجب هي انهم عندهم ما يتسمى البورتال البورتال اللي في تونس يسميوه في جهات اخرى يسميوه الصباط هو يجيو الجزء من النهج ويسقفوه لويش يسقفوه وعنده اورينتاسيون معينه مش كي تضطر انت باش تخرج في الشهيلي وسخانه وكذا تلقى مكان ابغي ترتاح فيه دو تزاوتر معناها في الناج وانت ماشي تلقى في المدينه مدينه نفطه مدينه قائمه الذات فتلقى مكان تظلل فيه وتقعد فيه وترد النفس فيه وكما قلت اورينتي بطريقه معينه اللي يخلي فيه ديما الهواء عندك اورينتاسيون شرقيه ديما مش فما طريف هواء يدور حتى حراره الطقس تبدا فما طريف هواء يدور من طرائف الامور هي انهم في القايله عاده الرجال الكبار أوف الرجال الكبار تويكا بتات الرجال الكبار يتلموا في الـ في الـ في, الـ في البورتال هذايا او في الصباط هذايا فما خاطر تكيكن تلقى دو باغ اوتر فما ديار وكذلك فما بيبان تاع ديار بيناتهم فما تكيكن ويقعدوا ويتقابلوا ويبدا الحكايات من طرائف الامور وهذا عشته معناها معاهم غاديك صورتهم هكا يعملوا في كي يتلموا ويبداوا يحاجيوا كما يقولوا هما معناها يقولوا في التشانشينات بطريقه معينه
والاخر زم يعطي الحل وفما شروط معناها يعملوه. ثم عندهم حاجه اخرى يبدا قصيده ويقول ابيات منها وكل الحرف اللي يقف عليه لازمك انت تبدا قصيده اخرى من محفوظك من الحفظ نتاعك تبدا بها قصيده وقصايده تبارك الله عليهم يتكلموا العربيه كما نتكلمنا الدارجه دارجتهم هي اقرب من كل العربيه صارت لطرفه مره نصور معاهم قاعدين ناس رجال هكاك ديجان دي موانجان وكل شيء خاطر حتى ليجان تاعهم تبارك الله عليهم فهكا يقولوا في الشعر ويقولوا في الشعر شو واحد منهم هكا نفخ صدره وبدا يقول في قصيده قال بيتلو للثاني الثالث الرابع بدا صدره ما لقاش العجز وما لقاش العجز ومهما وهو ما شيخ عليه معناها خاطر كيف اللي معناه مش يحصلوه ونسمع في صوت نسائي من وراء الفردة من وراء الباب خاطر ما كنتش نصور فما عباد يتصنتوا فيا يتصنتوا فينا وراء الباب من وراء الباب دعت به الساعه السيده ذاك اي دعت به قالت له يعطيك فضيحه كما فضحتنا وكملت القصيده هي لو جلجلتها نقول لك تقريب 50 بيت تبارك الله وجلجل فيه عن ظهري قلب هكاك انا قعدت بيت قلت لهم هذه شاعر وشكون لي قال لي امي فلانه اكيد من 10 العمر بيد الله ما اكيد توفيت خاطر الحكايه عندها اكثر من 10 سنين وهي وقتها مره كبيره فامي فلانه دقيت عليها الباب استاذنتها حلت لي دخلت هي قاعده في السقيفه قالت لي هذه عادتنا احنا كي بدو رجال قاعدين نقعدوا منا ساعات نشاركوا منا كذا عاد قلت لها مجموعه الحاجات قلت لها نصورك ليك لي مازال قالت لي بعد عمك فلان ومدى وجهه بتلزه معناها هي راجلها متوفي وهي مرا كبيره لكن مع ذا هي مادام زوجها توفى محافظه ما يلزمش تظهر تمد وجهها في تلزه كما قالت هي ولابسه الباس وماكو شيء كلام يعني تقطر بالعسل أنا رسمت وقتها الكلمة اللي يقولوها نفاطة ولا يقولوا عليهم يقولوا نفطة نفاط العسل هما كيقولوها لأنه تعرف العسل كي تصب وكي يعمل كليبول هذاك النفاط نفطة نفاط العسل فبالحق معناه محليهم ناس بكبارهم بصغار محلك الناس هذوكم محلى الطيبة نتاعهم وهي عاد كي دخلت وما دخلتش للسقيفة وحكيت معاك وشيء مش نصورك لا قالت لي تو عاد فماش خروج اصلح الباب انت وجماعتك مش تفطروا يا بنتي شنو نفطر لا دخلت للدار اللي مازال تخرج هكاك معناها حصلنا لازمك تدخل وتاكل حاجه خاطر دخلت لسقيفه الدار اش يقولوا عليها الناس دخلوا لها الضيف وخرجوا جواعه معناها فضيحه معناها حسيت معناها مش يوريك معناها الكرم والجود فكرت حاجه ستوره جوستومون انت تحكي على الكرم والجود وقت اللي احنا مشينا جوستومون خاطر احنا مشينا مع بعضنا دونك في روحانيات وقتها نفط اللي عميل حكى هكاك دونك جي لا شونس اني مشينا الكلنا ليكيب كامله نتاع تخواز ايميسيون مشينا مع بعضنا تحيه للمعز والحسن زيدا هميلي الناس الكل دونك تفكر مناش انت معانا اسطوره ولا وقتها فما وليد من الوليد اللي لاهين بالروحانيات وقتها قال لنا ما تروحوش راه امي عملت لكم حاجه وجاب ذوقنا وقتها نسيت شو فوالا المطبقه جاب لنا المطبقه فوالا تتفكر يسال وقتاش باش تروحوا ما تروحوش فوالا جاب لنا المطبقه الى توفي باش جي خلطت علينا ومد لنا المطبقه وجابوا لنا الدقله معناها وفي القهوه ما خلصناش الاستهلاك نتاعنا كادو اي روحنا روحنا معناه ونتفكر اني نفركسي حرام خاطر عندهم الحرام الصوف والحرير هذاك نتاع الرجال الحرام نتاع الراجل يحطوا على راسه فمشيت لقيت حانوت فشريته قلت له قداش وانا ما نعرفش نبيع ونشري الحق وسورتو في الحاجات هذيا خدمه يد معناها فخذيته اي شريته فمن بعداش كيف طن اللي انا جاي واللي تاع الراديو كذا بعث لي حب يرد لي فلوس معناها قال لي اي حب يرد لي فلوسي قال لي حشمتني معناها انا ما حسبتش ما حسبتش هكا معناها بالحق معناها تحب ناس ياسر مليح محليهم ياسر بارك الله معناها وحتى ولات فما علاقه صحبه معنا مع عباد عرفتهم غاديك سور بلاس وقتها كي مشينا المشي هذيك عرفتهم سور بلاس بالطهر معناها سي سامي وولد غسان معنا عرفتهم من غاديك ولينا اصحاب ونمشوا على بعضنا ونجي معنا بغيف مش وريك اللي هما اهل كرم لكن حبيت نكون شير الحاجه زاده هي ما فخرت مدينه نفطه اللي هو سيدي بوعلي سيدي بوعلي النفطي وسيدي بوعلي السني او سلطان الجريد او سلطان الجنوب كما يسميه هما اللي هو من كبار علماء الامه كان فقيه
وكان معناها وقتها كان في الفتره اللي عاش فيها كانت فما برشا مشاكل نتاع مذهبيه نتاع مذاهب نتاع تطاحن مذاهب. وكان البراطل هذه اللي نحكي عليهم اللي كانوا يقعدوا تحتها تو يقولوا الشعر كانوا بكري يقعدوا مش يتناقشوا في المذاهب من غير يتقاتلوا يتناقشوا معناها هذاك على مذهب كذا والاخر على مذهب كذا ويبداو هذاك يقولوا الاخر يقولوا الاخر كل واحد ينتصر للمذهب نتاعو. مازالوا فما البراتل شويه دوما البراتل مازالوا موجودين الغدوه مازالوا موجودين. ف معناها جنس دي ابو علي ابو علي سني وحاول معناها يعطي ينتصر الى مذهب السنه والجماعه وبشويه بشويه المذاهب الاخرى اضمحلت كما اضمحلت الكنيسه. تعرفوا اللي الكنيسة المسيحية أي من أواخر الكنائس اللي معناها جو في دير لا كوميونيتي كريتيان دو سوش معناها ولاد البلاد اللي كانوا نصارى تو ما عندناش ولاد البلاد نصارى تو النصارى اللي موجودين هما حتى كانوا قدم اما تلقاهم من اصول اوروبيه والا حاجه كي استوطنوا البلاد التونسيه منذ القديم خاصه الطلاين. لكن كانت عندنا نصارى دو سوش عندنا يهود دو سوش وعندنا مسلمين دو سوش ونصارى دو سوش كانت نصارى تو ما عادش عنده وجود. لكن الكنيسه نفطه من اقدم من اكثر الكنائس اللي قعدت متواصله لا. من اخر الكوميونيتي كريتيان اللي محلت هي الكوميونيتي اللي كانت موجوده في نابطة كانت عنده كنيسه مهمه وكانت عنده مساهمه كبيره في الديانه المسيحيه معناها بالطبيعه معناها مش وريك اللي هما ناس معناها في اي مذهب في اي دين تحطهم تلقاهم فهمت. ف سيدي ابو علي بالحق معناها يعتبروه شخصيه مرجعيه بالنسبه لهم. والغدوه كي يمشيوا هذا ريت هذا كيف بعيني يدخلوا يزوروا يدقوا الباب الباب محلول على فرتينا يدقوا الباب استئذانا كانه حي معناها كانه موجود باش يدخلوا ويزغرطوا النساء كي يجوا داخلين يزغرطوا تحيه معناها يسلموا كذا. وكيف كيف زاد كي تدخل سيدي بو علي باش تزوروا انت معناها اجنبي ما اجنبي براني معناها ماكش ولد المنطقه يعرفوك ما عندكش دار باش تروح لها تفطر فيها يجيك الفطور الغادي انت مازلت غاديك والفطور يخلط عليك معنا بالحق بالحق تلقى راحه وسكينه فك المكان بالعباد اللي فيه بالتاريخ اللي فيه بالاثار اللي فيه بالديار اللي فيه ما ننساش اللي الجنوب التونسي اون جينيرال تزور نفطه عطاو برشا اسماء في الادب مثلا العروسي المطوي سي محمد العروسي المطوي اللي رغم له امي مطويه وكتابات سي ابو القاسم الشابلي وتوزري كيف كيف ودار الشابلي كله خاطر مش هو برك ابوه كان قاضي كبير وكذا. فمجموعه من الـ من الـ من الشخصيات اللي خرجت من الجنوب وكتاباتهم حلوه برشا. لكن الملاحظه هو برشا ناس يعرفوا نفطة كي يمشيوا يعرفوا المدينه هكا شويه يزوروها خاطر قاعده تقريبا على طبعها وكذا. لكن نقول لهم كي تمشي وشوفوا العباد اول حاجه شوفوا ادخلوا في علاقه مع العباد شوفوا العادات نتاعهم واحد وكذا عندهم عادات طريفه جدا. مثلا من طرائف عادات اهل توزر هما انهم في رمضان يتفاهموا النساء في بعضهم حتى الرجال يخرجوا يسهروا في الحوانت ولا في القاوي ولا القاوي لكن والنساء يتلموا في دار كل نهار في دار واحده باتفاق الليله مش الحمل ما يثقلش على واحد واللي مش جاي تبدا تحسب تعرف عدد قداش من نساء جايينها وتحضر لهم الدقله تحضر قداش كي كونتيتي ولكن ما ياكلوهاش هكاك كنت قاعدين يحكي ويفصوا الدقله ويعجنوها بيديهم وقت كل واحده قدامها تولي بعدها هكا وياكلوها هكاك ياكلوها بطريقه معينه وعندهم في كلها كاني لعبه بين بيناتهم فهمت كاني لعبه بالحق معناها تحس انهم تحس انك في وسط مع عباد ترتاح لهم برشا بلاد ياسر مزيانه صحيح سخونه في الصيف لكن كما قلت هما عندهم عادات معينه الواحه كي تدخل الواحه الاغلى برود في الباس كيف كيف يلبسوا حاجه رزينه فوالا في اللبسه شنو يلبسوا حاجه خشينه شويه خشينه شويه اللحفه خشينه ثقيله ثقيله كيما البرنوس يعني انتيساج اون لين على خاطر هو كان تعرف اللي يعطي افي كونتر اي يسخن يبرد يعمل يعمل واحد كليما خاص انت حتى يتلفوا فيه تقعد انت بيت فيه الوزره مثلا عندهم جهات يلبسوا الوزره جهات يلبسوا اللحفه نتاع اللحفه
هذيك. فبالحق تظهر لك انت كي تراه تقول كيف لبس الصوف في عز السخان. هو هو من داخل تخلق ميكرو كليما خاص به هو. نسيهم كيف كيف عندهم التخليل نتاعهم وطريقتها واللحفه نتاعهم وطريقه الحطانك الشريط اللي فيها كحله وفما لون ولا لون يختلف لونه بالاحمر والازرق ويعرفوها من الجهه وكذا. معناها بالحق بالحق ما حتلقى ناس محلاهم. وكما قلت المفيد خاصة أنه لجان نتاعهم في مدينة النفطة مازالوا تحس أن فما تواصل فمش قطيعة. أنا ما نحسش قطيعة كبيرة بيناتهم. معناها مازالت فما تواصل بين الكبار والصغار. فما الجينيراسيون فما حاجات في الجينيراسيون الجديدة ماخذينها على الكبار وتحسهم أنه حتى وإن كان يلبس الجين وكذا لكن تحس أنه كي يدخل في الجو العام يلقى روحه مع الكبار يلقى روحه كلامه مضامر برشا عنده برشا حاجة وينكتوا ولا خارج نظافة ينكتوا ضحكة معاه غارونتي. معناها كي تقعد مع نفاطة ضحكة معاه غارونتي. ونحب في آخر الكلام نترحم على سي أحمد عامر الفنان الكبير والكاتب المسرحي والإذاعي والتلفزي واللي متوفى والجاري في الكرم كان يسكن في الكرم الله 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 يرحمه فنان كبير. وكان كيبدا يا سي أحمد عامر كيبدا نبدا نفدلك وكل شيء يقول له والله ضحكني سي أحمد يقول لي نفطي بالنسبه له كل دسوق سي نورمال يقول لي نفطي راه معناها بالحق معناها بالحق ناس هذوما محلاهم. تحيه لاهلنا وفي نفطة في الجنوب الكل أي. ومرة أخرى نزوروا بقعة أخرى إن شاء الله. قبيلة جبدنا على مطبقة شو زاد معروفين في الـ في الـ هو الكسكسي نتاعهم عندهم كسكسي إيه كسكسي كسكسي سمول يستعملوا برشا كسكسي ياسر وبنين برشا كسكسيهم. اللقمي اللقمي باعتبار أنه مبرد مبرد يستعملوه الماء معنى الحليب كما نقولوا نتاع النخلة كما نقولوا خاطر يبردوا يبرد بالكدا وبالطبيعة العيش اللي هو نوع من العصيده تتعمل بالفرينه او بالنشام تاع نتاع الشعير وتتعمل بالشخشوخه اللي حاره ذقناها الشخشوخه ذيك حاره برشا حاره حاره اما العيش هو انه احنا في مصر نقولوا ملح وعيش العيش هو مش خبز عندنا احنا العيش في اهلنا عندنا غديكا هو نوع من العصيده تتعمل بالنشاء نتاع بالشعير نتاع الشعير لونها غامق ياكلوها مالحه وياكلوها حلوه زاد كيف نجم ياكلوها حلوه من قبل ما تاكل في حياتك معناها بنينه برشا ثقيله صحيح مرات تظهر لك غريبه لكن تتبنى بعدش تتبنى مغذيه مليح ولايت على خاطر ما فيهاش الحاجات خاطر كلها طبيعيه بالطبيعه. ميرسي ستورا على هاللوماج هذايا اللي نفطه لنفطه ميرسي على ليزانفورماسيون اللي عطيتهم لنا الكل ميرسي توت ليكيب ميرسي صالح بركه يعيشك يعيشك نتقابلوا غدا ان شاء الله ونحكيوا على صدمه اخرى صدمه اخرى ميرسي امين يعطيك الصحه ميرسي ا توت ليكيب ميرسي للامير وميرسي الباجا وميرسي ليمان توت ليكيب دي ماغ توا نقول لكم شهيه طيبه نخليكم على الاخبار والنشره الجويه ونتقابلوا غدا.